سوف نتعرف الآن على بعض مفاهيم وصلاحيات اليوزر والجروب والأويو، وذلك من خلال البوليسي، أو بمعنى آخر سنقوم بعمل بوليسي ولكن في ظل نظام الدومين كما سبق وأن أعددناه في ظل نظام الورك جروب، ولكنه الآن سيكون أكثر فاعلية في تأمين الشبكة. ولوضع بوليسي على وحدة تنظيمية أويو مثلا، نقوم بالضغط بزر الماوس الأيمن على الوحدة التنظيمية IT ونختار Properties، فتظهر لنا النافذة Properties الواضحة أمامنا. نقوم باختيار Group Policy فنجد مجموعة من الأزرار، وهي New و Add Edit Option Delete Properties. نقوم بالضغط على New لإنشاء Policy جديدة. أما لو كان هناك Policy موجودة بالفعل من قبل ونريد أن تطبق على هذه الوحدة التنظيمية، نضغط Add وأضيف اسمها، كما أنه من الممكن عمل تعديل من خلال الزر Edit. دعنا الآن نضغط New ثم نكتب اسم البوليسي وليكن Policy 1 بعد إنشائها، نقف عليها ونختار Edit، فتفتح لنا نافذة وتتكون من جزئين. الجزء الأول ناحية اليسار عبارة عن Tree، وتحتوي هذه التري على بعض الأوامر التي نستطيع التحكم في تغيير قيمتها من الجزء الآخر ناحية اليمين، وذلك بالوقوف عليها واختيارها. فمثلا نريد وضع بعض البوليسي على اليوزر، نذهب إلى User Configuration ونقوم بفتحه. نريد الآن إخفاء الفولدر Option، ولتحقيق ذلك نذهب إلى Administrator Templates ثم إلى Windows Components ثم إلى Windows Explorer ثم إلى Remove Folder Option Menu Item from the Tools Menu، أضغط عليه مرتين فتفتح نافذة تسمى Policy، وهي خاصة بتطبيق هذا البوليسي، ويوجد بها ثلاثة اختيارات. الأول هو Not Configured، أي تكون على وضعها الطبيعي. أما الثاني فهو Enabled، أي موافقة على تطبيق هذه البوليسي. ثم Disabled، أي عدم الموافقة على تطبيق هذه البوليسي. نتبع نفس الطريقة لتطبيق أي بوليسي، فمثلا إذا أردنا أن لا يرى المستخدمين البارتيشن سي Special Drivers in My Computer، وعند الضغط عليها مرتين تظهر أمامنا نافذة وبها نفس الأوامر السابق شرحها، ولكن بها اختيار آخر زائد، وهو اختيار البارتيشن الذي أريد إخفاؤه. وهنا يجب أن تعرف أنه لا نستطيع إخفاء إلا السي أو الدي فقط أو الهارد كله. نقوم بتحديد البارتيشن المراد إخفاؤه ثم أختار Enabled، وهكذا بالنسبة لبقية الكمبيوتر Configuration حيث تطبق على الجهاز وليس على المستخدم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس.